شكرا جزيلا الاخ المستشار تورج الواق رئيس لجنه الوساطه. الاخ الرئيس في محضر الخطاب الذي قراته لم اثني جهد اولاء الناس لانه انا خليته رئيس الاهليه عشان ما انه يجي يتكلم عنهم اسم اسم، لكن حقيقه هؤلاء المفاوضين والقيادات الجبهه الثوريه القائدين قدامنا ده، وانتوا هتسمع اسامهم بعد شويه لانه لحظه أقوم جاي، والقيادات بتاع الوفد السوداني فيها كثير جدا من اعضاء مجلس السياده والوزراء، نحن شاكرين وده يوم وليله. نحن هنمشي للمرحله التالي وهي المرحله بتاع التوقيع على البروتوكولات، وكازة نبدا بالبروتوكول الدارفور. الان ايها السيدات والساده، تنطلق احتفالات اهل السودان من خلال التوقيع على البروتوكولات التي الان توضع اوراقها في بروتوكولات. الوفود المشاركه وفد الحكومه وايضا الجبهه الثوريه بالاحرف الاولى لهذه الاتفاقيه لتنطلق من بعد والثمانية بروتوكولات مختلفة ومسار المنطقتين والمسار الشرق والمسار الأوسط والمسار الشمال. نحن نبدأ بالمسار دارفور ويوقع عن الحركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم رئيس الحركة، وأن الحركة تحرير جيش تحرير السودان، وعن أنه الرئيس والقائد مني أركوي مناوي، وعن حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي رئيسه دكتور الهادي إدريس، وعن التحالف السوداني رئيسه القائد خميس عبدالله أبكر، وعن تجلى قوة تحرير السودان الذي يرعسه الطائر أجر، وفي هذه اللحظات سيوقع نيابة عنه عبد الله يحيى أحمد. ومن جانب الحكومة السودانية سيوقع البروتوكول فريق أول محمد أمدان دقلو موسى النائب الأول لرئيس مجلس السيادي، وسيشهد هذا العمل الكبير والإنجاز العظيم أسعادة فريق أول سلفا كير ميادين رئيس جمهورية جنوب السودان. ويوقع بور الآن على المنصة للتوقيع على هذا البروتوكول فيما يوقع عن الحكومة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ورئيس الوفد الحكومي، ويوقع عن دولة جنوب السودان الرئيس سيلفا. نحن نوقع هذا الصباح اتفاق سلام دارفور، وهي 8 بروتوكولات. النسخة بتاع الوساطة يمشي للرئيس فوق عشان هو يمشي يوقع هناك. العملية ده عملية طويلة شوية، ما دايرين نجيب الرئيس ونرجعه، فأنا عايز أولادنا في سكرتاريات يتأكد إنه الرئيس يوقع في مكانه هو قاعد فوقه. نحن عايزين نبدأ التوقيع. الساده فريق أول أمدان دقلو ممكن أنت تبدأ التوقيع والأخوان يوقعوا، وفي هذه اللحظات أطلب من الأخت فنانة وهي بيت جنوب السودان التي يتغنى عن السودانيين، السودان الشمالي والسودان الجنوبي، أبو أيول لكي يتقدم عشان ما انه يعطر بعض الاغنيات الوطنيه السودانيه، ونحن في حفله توقيع. ابوك اكوات 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 ايول، ادينا اغنيه وطنيه سودانيه.
بنقول للشعب أيها السادة والسادة، ما زلنا معكم نتابع عمليات التوقيع على البروتوكول الأمني لمسار دارفور، حيث يوقع على الحكومة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعن حركات دارفور الخمس قادة هذه الحركات دكتور جبريل إبراهيم عن حركة العدل والمساواة، والقائد أركو مني أركو مناوي عن حركة جيش تحرير السودان، دكتور الهادي دريس عن حركة جيش تحرير السودان، أيضا المجلس الانتقالي بجانب قوة التحالف وقوة الحرة في دارفور. إذن قادة دارفور مع الفريق أول دقلو يوقعون في هذه الأثناء على هذا البروتوكول الخاص بمسار دارفور، والذي به عدة بروتوكولات داخلية تتضمن ثمانية بروتوكولات كلها تتحدث عن الأرض والحواكير، العدالة الانتقالية، وتتحدث أيضا عن تنمية الرعاة والرحل، وأيضا تتحدث عن الثروة والسلطة، وأيضا اللاجئين والنازحين. وهذه هي البروتوكولات التي تتصل بملف مسار دارفور، وهي من البروتوكولات المهمة التي ستعزز أمن واستقرار هذا الإقليم، إقليم دارفور، لتعم آليات السلام هذا الإقليم، ويتحقق الاستقرار والأمن لمواطني هذا الإقليم. مبروك لاتفاق دارفور،
يا بلادي